أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح
وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربي اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده سالما خاليا موفقا من الشر والشيطان معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا شاكيا ولا مظلوما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك يا رب شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم وألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيعز ويرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيذل ويشقى. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالحاء حكمة وبالجيم جمالا وبالنون نورا وبالصاد صدقا وبالميم موعظة وبالهاء هداية. اللهم يا ربي يا ربي كلنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، إنك يا مولانا علام الغيوب. اللهم يا ربي يا ربي يا ربي اشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. قلت وقولك الحق المبين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقلت وقولك الحق المبين، إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. وقلت وقولك الحق المبين، لا إله إلا أنت. قلت وقولك الحق المبين على لسان نبيك أيوب، لا إله إلا أنت. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اقضي حوائج المحتاجين، أدي ديون المدينين، نفس كرب المكروبين، بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين. اللهم يا ربي يا ربي في هذا الشهر الحرام نسأل الله تبارك وتعالى يا رب حرم عليهم العذاب، اللهم نجهم من العذاب، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صروا إليه، ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، عافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اجعلهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كل من يسألنا الدعاء من الإخوة والأخوات نسأل الله تبارك وتعالى أن يقضي حوائجهم. اللهم اقضي حوائج المحتاجين وأدي ديون المدينين ونفس كرب المكروبين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قلت وقولك الحق المبين، إنك لا تخلف الميعاد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا رب ندعوك كما أمرتنا، استجب لنا يا مولانا كما وعدتنا، لسنا أهلا للدعاء وأنت أهل للإجابة. اللهم يا ربي يا ربي يا ربي أجب دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد
كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ورحمه الله عبدا قال آمين.